بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قلنا وقفنا على قلنا سبق أن قرأنا، شفت يعني المسافة تحتاج إلى وقت. احنا وقع الموقف على الباب وذكر الحبشة عندك. طيب سمّل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب النهي عن تهيج الحبشة. هكذا عندي التبويب. أحسن الله إليكم. باب النهي عن تهيج الحبشة. باب ذكر الحبشة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي قال: حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. قال المدري وأخرجه الشيخان في صحيح من حديث سعيد المسيب، قال: فرسل وخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وهذا من أشراط الساعة الكبرى كما سيأتي إن شاء الله في شرح العقيدة السفاندية، وأن أشراط الساعة أقسام، بعضهم جعلها صغرى وكبرى، وبعضهم جعلها ثلاث أقسام، جعل منها من الأمارات الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس، ثم أشراط الساعة الوسطى التي لا تزال، ثم أشراط الساعة الكبرى التي هي أولى خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه أربعة متوالية. ثم بعد ذلك تأتي بقية الأمارات، ومن آخرها منها تخريب الكعبة على يد السويقتين، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ونزل القرآن من الصدور ومن الصور، والعياذ بالله من مشد المعضلات، ثم طلوع الشمس من مغربها، جاء في بعضها أول الآيات، وحمل على أنها جمع بينهم بين أول الآيات السماوية والمهدي أول الآيات الأرضية، أو الدجال والمهدي، ثم آخر ذلك نار تخرج من قارعة عدن تسوق الناس إلى المحشر. وهذه العشر ذكر السفاردي في منظومته، سيتكلم إن شاء الله عليها. وذكر المسيح ذكر أن هنا قوله قال: وليعارضها الشارع، قال فإنه يستخرج لا يستخرج كنز الكعبة هي المال المدفون فيها إلا عبد الحبشي لقبه ذو السويقتين، ولا يعارضها قوله تعالى: حرم آمين إلا معنى آمين إلا قرب القيامة وخراب الدنيا. وقيل يخص منه قصة ذي السويقتين، وجاء في بعض الأخبار أن هذا متأخر ذو الكعبة، وبعضهم كما ذكر الشارح نقل عن السيوطي عن أنه في وقت عيسى بن مريم، وهذا بعيد، هذا لأنه حج البيت بعد عيسى مدة يعني،
وذكروا في سبب يعني تسليطه في السوقتين أن الله سلطه في آخر الزمان، وأهله يعني مؤمنون، وأهلك الله أصحاب الفيل وهم وفي ذلك الوقت أهل كفار، قالوا لأن هذا البيت إنما سلط طريقا، لأن كما ذكر الحافظ وغيره حافظ بن حجر أنه ذكروا حديث لا يستحل البيت إلا أهله، قالوا إنها في زمن الحجاج بن يوسف رمى الكعبة بالمنجنيق هو استحل أهله بخلاف استحله، وكذلك أيضا قبلها يعني عثمان بن سعيد من المدينة كان من قبل أظن يزيد بن عبد الملك، كان يرسل البعوث إلى عمرو بن سعيد البعوث إلى مكة، قال فلما ساق أثر قال لن يستحل البيت إلا أهله، فلهذا سلط للسويقتين في آخر الزمان قرب قيام الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ليس في الصحيحين، ما خرج في الصحيحين حديث أبي هريرة، هذا هو المنذري يقول أخرج البخاري من حديث سعيد، من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال يخرب الكعبة هذه السوقتين من الحبشة. نعم، وليس فيه أحسن إليكم ليس فيه قوله اتركوا الحبشة ما ترك هذا. نعم، استخرجه عندك. قال أحسن الله إليكم صحيح لغيره دون قوله اتركوا الحبشة ما تركوكم، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل موسى بن جبير، فقد روى عنه جمعا وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويخالف، وقد أخرجه أحمد والفاكهي من طريق محمد بن إسحاق والفاكهي من طريق محمد بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله، وإسناده عند الفاكهي صحيح إلا أن قوله فيه ولكأني أنظر الصحيح وقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والأزرقي في أخبار مكة من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا. وفي باب قوله اتركوا الحبشة ما تركوكم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلف عند المصنف وإسناده ضعيف. وفي باب قوله فإنه يستخرج كنز الكعبة ذو السويقتين عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم بلفظ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. إذن المرفوع الصحيحين يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، وهذا تكلم عن الألباني. طيب بعده. أحسن الله إليكم. باب أمارات الساعة. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة قال جاء نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجال، قال فانصرفت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثته، فقال عبد الله لم يقل شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها، قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. طيب تخريجه عندك. قال إسناده صحيح أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. حمى بعضهم أول يقول إن أول آية خروج الشمس من مغربها يعني أول آية السماوية، لكن سبقها الآية الأرضية
كتاب الدجال وطلوع الشمس مغربها ومسلسل، هذه أول الآيات الأرضية وهذه أول الآيات السماوية، وفيها طلوع الشمس مغربها، هذا من آخر الآيات مع الدابة والدابة، ثم آخرها النار التي تخرج من قاع عدن. في عبد الله بن عمر كان يقرأ الكتب، قال هذا أبو زرعة، يقول الحال عبد الله بن عمر كان يقرأ الكتب التوراة يأخذ عن بني إسرائيل، ولها قال ذكر الشاهن أنما قاله يكون مكتوبا فيها أو مستنبطا منها. نعم، قال المنذر أخرجه مسلم بن ماجه، وليس في حديث ابن ماجه قصة مروان. طيب، وفيه أن الدابة وطلوع الشمس مغربها مقترنتان، فأيهما خرجت الأخرى على إثرها قريبا منها. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا مسدد وهناد المعنى، قال مسدد حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا فرات القزاز عن عامر بن واثلة، وقال هناد عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم حتى يكون قبلها 10 آيات، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. نعم، السلام عليكم. قال إسناده صحيح، أبو الطفيل هي كنية عامر بن واثلة، وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طرق عن فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز به، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرجه مسلم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد موقوفا. وفيها أن ذكر 10 آيات، ذكر طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدخان وعيسى بن مريم والدخان والدجال والنار التي تخرج من قاع عدن، وذكرت الخسوف، لكن بعضهم مع عد الخسوف من الأمارات الكبار، لكن هنا ذكرت مع الأمارات الكبار، بقي ايش منها؟ المهدي وخروج يأجوج ومأجوج، جاء في أحد كما سبق فيه. نعم، طيب، بقي المهدي ونزول عيسى مذكور، عيسى المذكور، نعم، ينطلق من المغربية وخروج الدابة خروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان والنار، بقي ايش؟ الكعبة وتخريب الكعبة ورفع القرآن من الصدور وتخريب الكعبة، هذه 3 ذكرت في أحاديث أخرى. هنا ذكرت 3 خسوف، يعني إذا عديت 3 خسوف تمت 10 هنا، لكن جاء في حديث أخرى أن من الآيات الكبار هذه 3، تخريب الحبشة للكعبة ونزع القرآن من السطور ومن الصدور والعياذ بالله، نعم، والثالث ايش؟ لا الدابة المهدي، والمهدي، ها؟ المهدي تخرب الكعبة ورفع القرآن. نعم، 3، طيب.
شريك لها خروج عيسى عليه السلام قبل أن تشرق الشمس في مغربها. نعم هذا الظاهر، نعم طلوع الشمس مغربها من الآيات المتأخرة قرب قيام الساعة. عيسى عليه السلام ينزل في، هو اللي يقتل الدجال في زمن الدجال. نعم هذا لا جاء كما سيأتي إن شاء الله في أن عيسى عليه السلام لا يقبل الإسلام في زمن، ولا يقبل منه إلا الإسلام، وأن الملل كلها في زمانه لا يبقى إلا الإسلام. إنما هذا بعد طلوع الشمس مغربها كما سيأتي أنه لا ينتفع بالإيمان الجديد، كما جاء في الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. جاء تفسيرها منها طلوع الشمس من مغربها، وأنه جاء في بعضها معها بعض الآيات، وجاء في حديث: لا تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجر حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم نعم جاء نعم هي كان بعد طلوع الشمس من مغربها كما في الحديث السابق أن الدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. الدابة تسم الناس تختم، وطلوع الشمس من مغربها جاء في آثار يعني في أحوال الناس يعني في ذلك الوقت، و وأنه لا يقبل إيمان جديد، ينتفع الإنسان بالإيمان السابق والأعمال الصالحة السابقة. أما الإيمان والعمل من أجل الآية فلا ينفع، كما في الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لكنه ينتفع بالإيمان السابق وبالإيمان الجديد، يستمر المؤمن على إيمانه وعلى عمله الصالح. أما إحداث إيمان جديد أو عمل جديد فلا، كما ذكر الشراح على هذه الآية، وكذلك المفسرون على هذه الآية وعلى الحديث. سيأتي إن شاء الله في شرح السفاريدي. نعم أحسن الله إليكم. قلتم في شرح مسلم نعم قوله حذيفة بن أسيد: أسيد بفتح الهمزة وكسر السين، ومثاله عتاب بن أسيد أمير مكة وغيرهما، وأما بالتصغير فهو مثل أسيد بن حضير. وفي هذه الأحاديث بيان أن من أشراط الساعة الدخان والدجال والدابة وثلاثة خسوف، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وهذا هو الحشر الأول، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحديث السابق طالع الشارع ذكر أن أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم نعم إيه الحشر الأول في الدنيا، الحشر فيه في كلام يعني حشر النار تسوق الناس إلى المحشر، النار اللي آخر
آخر الأشراط. نتكلم عليه على الحشر عندك؟ في الشرح؟ ها؟ في الشرح؟ إيه في الشرح ولا في الصحيح مسمى ما ذكر؟ أحسن الله إليكم، قلتم في شرح البخاري أحسن الله إليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجواب عن السؤال الأول: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهذا يحتمل أن المراد أنها أول الأشراط المتصلة بالساعة، فهي تحشر الناس أولا من المشرق إلى المغرب، ثم تنحرف إلى المشرق فتحشر الناس إليه. وقال بعض العلماء إنهما ناران، الأولى تحشر الناس إلى المغرب، والثانية تحشرهم إلى المشرق، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، ومن تخلف أكلت. وهذه النار التي تحشر الناس إلى المشرق هي المتصلة بالساعة، وهي آخر أشراط الساعة الكبار. نعم. ذلك أحسن الله إليكم، تكلم الشارح هنا في حشر الناس في السفرين، الكلام في الحشر والحشر والحشر الثاني حشر يوم القيامة، وحشر في آخر في الدنيا في آخر أشراط الساعة. نعم نعم هاي وهي آخرها. نعم نعم سيأتي الكلام الحشر، سيأتي فيه إن شاء الله الكلام عليه فيه. الحشر الثاني فيه متى يكون، بعض الكلام في الحشر. نعم هنا أحسن الله إليكم في عون المعبود، قال: قوله إلى المحشر بفتح الشين ويكسر، أي إلى المجمع والموقف. قيل المراد من المحشر أرض الشام، إذ صح في الخبر أن الحشر يكون في أرض الشام، لكن الظاهر أن المراد أن يكون مبتدأه منها، أو تجعل واسعة تسع خلق العالم فيها، قاله القاري. ثم تكلم عن ترتيب الآيات. ثم تكلم عن ترتيب الآيات. ترتيب الآيات الأربع الأولى مرتبه، الباقي يعني الله أعلم بترتيبها. نعم أحسن الله إليك. سم صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب حسر الفرات عن كنز. ها الحديث الأخير ما علق عليه؟ ها الحديث الأخير تعلق عليه؟ لا تقوم الساعة حتى تسمى الباب يطلع، فإذا طلعت وراها الناس آمر من عليها، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. حديث خرجه الشيخ آل مسلم فيه دليل على أنه لا، الإيمان الجديد لا ينفع. نعم من أجل الآية، ما آمن إلا من أجل الآية. نعم صلى الله عليه. وكذلك العمل الذي يحدثه من أجل رؤية الآية. بعضهم قال أن هذا في أول الآية، هنا فيما بعد ينفع، ذكر بعض الشرح والله أعلم، لكن ظاهر الآية أنه لا ينتفع بالإيمان الجديد، يعني إذا كان لم يؤمن إلا من أجل الآية. أما قبل ذلك، أما المؤمن الإيمان قبل ذلك هو الإيمان المستمر مع المؤمن، وعمله الذي عمله الصالح ينفعه. لكن إيمان جديد من أجل رؤية الآية وعمل جديد من أجل رهوة هو الذي لا ينتفع، كما دلت عليه الآية. قال فذلك فذاك يعني في من أجل رؤية الآية. فالإيمان من أجل رؤية الآية ويطلع السمار بها، والعمل من أجل رؤية الآية لا ينفع. أما الإيمان السابق ينفع، وكذلك الإيمان بعده ومستمر في إيمانه وفي عمله الصالح. لكن من لم يؤمن من غير المسلمين إلا من أجل الآية فلا ينفعه هذا الإيمان الجديد من أجل رؤية الآية. ولهذا قال الله تعالى أنا نعم لم لا ينفع نفس إيمانهم لا هل ينظرون إلا يوم يأتي بعض لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لم تكن يعني إذا لم تكن آمنت من قبل
مفهوم الآية أنها أن إيمان السابق المؤمن ينتفع ويستفيد منه، وكذلك العمل. نعم كذلك. هذا يعني هو صح، يعني إن صحت يعني عمل، يعني عمل المؤمن نعم ينتفع به، المؤمن ينتفع بعمله وإيمانه، لكن إيمان جديد وعمل جديد ما جرى يعني. بعضهم قال إن مدة طول، جاء في بعضها أن مكث الناس مدة طويلة بعد ذلك وأنه ينتفع بعد ذلك، ولكن ظاهر الآية ظاهر النصوص أنه لا ينتفع. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب حسر الفرات عن كنز. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثني عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نعم. بعده قال: قال حدثنا عبد الله ابن سعيد الكندي قال حدثني عقبة يعني ابن خالد قال حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. هنا قال يحسر من كنز. شوف ذكر في نقل شأن الحافظ وقال: تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. إيش قال تخريج الحديث؟ قال البخاري ومسلم. نعم صحيح. نعم أخرجه البخاري في الفتن ومسلم فيه وأبو داود في الملاحم والترمذي في صفة الجنة، وقال حسن صحيح. قلتم قالوا نعم في المنحة: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فيه تحريم الأخذ منه، لأن النهي الأصل فيه أنه للتحريم، والحكمة في النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه، فقد جاء في الحديث بأنه يحصل قتال، فمن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وفيه: يقتتل عليه الناس فيقتل من كان 199 فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. نعم. قال: وهذا الجبل الذي ينحسر عن ذهب لم يذكر أنه من أشراط الساعة، لكن جاء ما يدل على أنه يكون قريبا من الحشر من النار، وجاء ما يدل على أنه في زمن المهدي. الله أعلم. الحافظ هنا قال الحديث الأول كنز والثاني جبل. الحافظ قال تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا لإشارة إلى كثرته. وذكر القاضي أن قال ظهر القضية متحدة والرواية متعددة، والمعنى من كنز عظيم مقدار جبل من ذهب. قال: ويحتمل أن يكون هذا غير الأول، ويكون الجبل معدنا من ذهب. قال ذكر شاهن هذا الاحتمال قال هو ظاهر، والظاهر قال هو الأول بل هو المتعين. والحافظ كما سبق يعني جمع بين قول كنز وبين قوله جبل. نعم. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ بين إيش؟ ذكرهما الحافظ الآن. لا يقول تسمية موقول. تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا لإشارة إلى كثرته، يعني هو واحد. نعم. نعم. عن كنز وعن جبل. نعم. نعم كما ذكر القاضي وجماعة
قال انه يحترق من جبل معدن من ذهب، لكن الحافظ هنا جمع بينهم بانه تسميته كنزا باعتبار حق قبل ان ينكشف، وتسميته جبلا لاشاره الى كثرته. نعم بس. تفضل. صلى الله عليه. قال باب خروج الدجال. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهم فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه، إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار، فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار، فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شكال عليه. قال البخاري ومسلم. نعم صحيح. هذه من الآيات الخوارق التي أعطيها الدجال من الابتلاء والامتحان، خوارق من الخوارق، ومن الخوارق أنه كما جاء في الأحاديث أنه أمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وأنه يسلط على رجل ويقتل نصفين ثم يقول قم فيستوي قائما. من الخوارق معه صورة الجنة وصورة النار، فالذي يراه الناس نارا هو جنة، والذي يراه الجنة جنة هو النار وناره. نسأل الله السلامة والعافية. ابتلاء وامتحان، ولهذا جاء في صحيح مسلم ما بين قيام الساعة ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال، يعني فتنة. ولهذا شرع الحديث شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يستعيذوا بالله في آخر الصلاة في كل صلاة من أربعة، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الدجال الأعور الكذاب، ألا وإنه أعور، وإن ربكم تعالى ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوبا كافر. نعم. قال حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة نعم فيه أن الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، وجاء أيضا أن كل عينيه كلاهما معيبة، إحداهما عورة وإحداهما ناتية، والثانية أيضا يعني لا يرى بها ولكنها ليست ناتية، معيبة أيضا. وفيه العلماء أخذوا من هذا الحديث إثبات صفة العين لله عز وجل، قال إن الدجال أعور، إن ربكم وإن ربكم ليس بأعور، إثبات العين لله عز وجل، وأن الله تعالى عينان كلمتان لا يماثل أحد من الخلق في صفاته سبحانه، له يدان وله عينان سبحانه وتعالى، وأسماؤه وصفاته كلها تليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحد من خلقه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يعني هذا العلامات من علامة الدجال أيضا أنه أعور عين اليمنى، والثاني أيضا كذلك معيبة، وفي بين عينه مكتوب كافر، وفي لفظ كافارة في الحديث اللي بعده يقرأه كل مسلم، كل مسلم يقرأ الكتابة قارئا وغير قارئ إن شاء الله. ولهذا قال
في حديث أبي أمامة وعند ابن ماجه يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. نعم. وذلك قال الحافظ: وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء، فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة، كما يرى المؤمن الأدلة بغير عين بصيرته ولا يراها الكافر. فيخلق الله المؤمن الإدراك دون تعلم، لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات في ذلك. هذا كلام الحافظ، والله أعلم. قد يكون هذا من التأويل. قولوا ذلك لأن أن الإدراك البصري يخلق الله العبد، وهذا لا شك أن الله تعالى يخلق العبد، لكن يعني يقول في ذلك الوقت يخلق الله للمؤمن الإدراك. نعم. يحصل إيش؟ من آمن به؟ نعم، لا شك. جاء في بعض أنه يدعي الصلاة أولا، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. يقول نسأل الله العافية. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرأه كل مسلم. نعم نعم. أحسن الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد ابن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينا عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. صلى الله عليه وسلم والعافية. هذه الفتن، شبهات أو شهوات، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الحروب. صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا فيه، هذا في إرشاد النبوي أن من سمع الدجال فلينا عنه، يعني يبتعد عن الحديث عندك. قال إسناده صحيح. أخرجه أحمد من حديث حميد ابن هلال به، وصححه الحاكم على شرط مسلم. شعيب قال إسناده صحيح. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبزار والحاكم. نعم. وفيها أن إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمعه فلينا عنه، يعني يبتعد عنه، لا يأتي إليه. قال أحسن الله إليكم: وقد جود إسناده الحافظ ابن كثير في النهاية. قولهم الشبهات، لكن سهل من الشبهات، يعني قال كالسحر وأحياء الموتى وغير ذلك، فيصير تابعه كافرا وهو لا يدري، أو لو نبعث به من الشبهات، يعني من أجل ما يثيره من الشبهات. قولها يعني شبهات، يعني خوارق، الخوارق التي معه اللي أعطاه الله ابتلاء وامتحان. صلى الله السلامة والعافية. اللهم آمين. نعم. سم صلى الله عليك. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنالة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل. إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور.
قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء. عمرو بن الأسود قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي سنده بقية بن الوليد وفيه مقال. نعم. قال المنذري وأخرجه النسائي وفي سنده بقية. بقية بن الوليد. شعيب. قال أحسن الله لك إسناده ضعيف لضعف بقية وهو ابن الوليد الحمصي. وقد صح من وصف الدجال في هذا الحديث أنه جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء. وأما جعود شعره فقد وردت في حديث ابن عمر. وأما إيش؟ وأما جعودة شعره فقد وردت في حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم. وأما عوره فوارد عن جمع غفير من الصحابة منهم أنس وحديثه سلف، ومنه ابن عمر وحديثه عند البخاري ومسلم. نعم هذا ثابت. قولها في نور بسعيه فاعلموا أن ربك وليس بأعور، هذا إرشاد انصح، يعني بعضها له الشواهد. نعم. قال الأفحج الذي إذا مشى باعد بين رجليه. نعم باعد بين رجليه. قوله مطموس العين يعني ممسوحها بالنظر إلى الأخرى. طيب. نعم. سيأتي في حديث الجساسة أنه قال أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. قد يكون يعني خلق عظيم مع القصر، ما يمنع، ما أقول ما يمنع، يعني القصير يناصر عظم الخلق. نعم حصل عليكم. نعم قال في الشرح الأحسن ليك قوله قصير هذا يدل على قصر إقامة الدجال، وقد ورد في حديث تميم الداري في شأن الدجال أنه أعظم إنسان، ووجه الجمع أنه لا يبعد أن يكون قصيرا بطينا عظيم الخلقة. نعم. قال القاري نعم. قال القاري وهو المناسب لكونه كثير الفتنة أو العظمة مصروفة إلى الهيبة. أو العظمة مصروفة إلى الهيبة. قيل يحتمل أن الله تعالى يغيره عند الخروج. يؤيده. نعم. قيل يحتمل أن الله تعالى الله يغيره. كل هذه احتمالات الله أعلم. نعم محتمل خلقه يعني مسكوت عن الطول أو القصر. نعم هذا في الحديث فيه ضعف. نعم قال في بذل المجهود الله يحسن إليك قوله أن مسيح الدجال رجل قصير لا ينافيه ما سيأتي أنه أعظم ما رأيناه من رجل، وذلك لأنه مع ما له من الطول يبدو للناظر قصيرا لغلبة سمنه. وذلك أنه صوليك. وذلك لأنه مع ماله من لأنه مع ما له من الطول يبدو للناظر قصيرا لغلبة سمنه، فلا يطلع على طول قامته إلا بالتأمل. الله أعلم هذا محتمل. نعم لكن جاء في الحديث في ضعف. نعم حسن الله عليكم. حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا.
أقدر له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. نعم. قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا مختصرا. نعم. ولفظ الترمذي من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصي من فتنة الدجال. ولفظ الترمذي أحسن عليكم من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. قال الشيخ الألباني شاذ. ولفظ النسائي وابن ماجه من قرأ عشر آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. بعضها من آخره وفي بعضها من أول فليقرأ عليه فمن أدرك منه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو خاتمة. نعم. هذا الحديث حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن في أول الأمر أنه يعني لا متى يخرج ثم بين له أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان. ولهذا قال إن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجج وإن يخرج رسل فيكم فأمروا الحج نفسه والله خليفة على كل مسلم في هنا. فمن أدرك من فليقرأ عليه فواتح. عندك فواتح؟ نعم. فواتح سورة الكهف جاء أظن في غير الصحيح أن في أولها في آخرها أظن هم. نعم. وفيها أن الصلاة وفيها أنه مدة مكثة 40 يوما وأن الثلاثة الأيام الأولى طويلة يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية الأيام مثل أيامنا وأن الصلوات الخمس تكون في وأنها تقدر المقدار قد أقدروا له يعني في كل 24 ساعة خمس صلوات. من هنا أخذ العلماء فتوى في البلاد التي يعني لا تطول فيها يطول فيها النهار ولا تطلع فيها لا يكون فيها ليل أخذوا من هذا الحديث أن يقدر الفتوى منهم يقدرونه فقد يقدروا له. شوف الكلام في صحيح مسلم عند كلام على الحديث هذا حديث النواس أحسن عليكم في الشرح أحسن عليك قوله أقدروا له قوله أقدروا له قدره. قال القاري نقلا عن بعض الشراح أيقدروا لوقت صلاة يوم في سنة في يوم كسنة مثلا قدره. هذا في الشرح لا سيليك. نعم. نعم. قوله أقدروا له قدره. نعم. قال القاري نقلا عن بعض الشراح أيقدروا لوقت صلاة يوم في يوم كسنة مثلا قدره أي قدره الذي كان له في سائر الأيام كمحبوس اشتبه عليه الوقت انتهى. وقال النووي معنى أقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب، وكذا العشاء والصبح، ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤدات في وقتها. وأما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أي أن يقدر لهما كاليوم على ما ذكرناه انتهى. أن يقدر لهما كاليوم على ما ذكرناه انتهى. وقال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. نقله النووي. قلت ما أحسن لك في شرحكم على مسلم حديث النواس بن سمعان هذا فيه معاني عظيمة وفوائد وأحكام، ففيه ذكر ثلاثة أشرات من أشرات الساعة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وهذه العلامات المتوالية ومرتبة، ولم يذكر العلامة الأولى وهي المهدي وهي ثابتة في غير الصحيحين. وأحاديث المهدي ليست على شرط مسلم لهذا لم يخرجها وهي أحاديث كثيرة. نعم. السلام عليكم. قلت في شرح مسلم وحديث المهدي ليست على شرط مسلم لهذا لم يخرجها وهي حديث كثيرة
منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. وقد ذكر في هذا الحديث الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين وهي متأخرة، لأنه ثبت أن البيت يحج بعد يأجوج ومأجوج، فالريح الطيبة هذه متأخرة تكون بعد ذلك، ولا يلزم أن تكون بعد يأجوج ومأجوج مباشرة، لأن عيسى عليه السلام يعيش ويمر زمن بعد إهلاك الله ليأجوج ومأجوج. قوله فخفض فيه ورفع اختلف في معناها، فقيل خفض يعني حقره، ورفع يعني فخمه وعظمه، فمن تحقيره قوله هناك في صحيح مسلم خفض ورفع. نعم. قوله إيش؟ وقوله فخفض فيه ورفع اختلف في معناها، فقيل خفض يعني حقره، ورفع يعني فخمه وعظمه، فمن تحقيره قوله إنه مكتوب بين عينيه كافر، وقوله أعور العين اليمنى، وأنه لا يستطيع قتل أحد بعد ذلك الرجل، وأنه يقتله عيسى عليه السلام، وأنه ينتهي أمره. ومن تفخيمه وتعظيمه قوله إن معه فتنا عظيمة، ومعه خوارق العادات، حيث يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويفتن به كثير من الناس. وقيل فخفض أي خفض صوته بعد كلام طويل، ورفع أي رفع صوته ليسمع منه. وقوله يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظنوا أنه قريب منهم وأنه موجود بسبب تحذيرهم منه وذكره لأوصافه وتحقيره وتفخيمه. وقوله إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له متى يخرج، لأنه يحتمل أن يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمانه. ثم بعد ذلك بين الله له أنه لا يخرج في زمانه، وإنما يخرج في آخر الزمان بعد دهر طويل من بعثته صلى الله عليه وسلم. وقوله إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أحاججه وأجادله وأكفيكم إياه. وقوله وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، أي أن الله تعالى يتولى كل مسلم ويثبته على إيمانه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه شاب قطة عينه طافئة، أي إنه شاب وليس شيخا، وهو قطة أي شديد جعودة الشعر، وعينه طافئة أي عينه اليمنى عوراء ليس فيها نور. وقوله عليها ظفرة غليظة أي جليدة تغشى البصر، هذا في مسلم. نعم نعم أحسن الله عليكم. وقوله كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، وجاء في الحديث الآخر يا رسول الله هل يضرني شبهه؟ قال لا، أنت امرؤ مسلم وهو امرؤ كافر. فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يشبه شخصا كافرا لم يضره ذلك، لأن العبرة بالإيمان والأعمال. فيه دليل أحسن الله إليكم. فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يشبه شخصا كافرا لم يضره ذلك، لأن العبرة بالإيمان والأعمال وليست بتشابه الصور. وقوله فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فيه مشروعية قراءة فواتح سورة الكهف لمن أدرك الدجال، وأن هذا من أسباب الوقاية من فتنته. وجاء في الحديث الآخر من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية أخرى من آخر الكهف. هذا الحديث بعد هذا نعم أقرأ الحديث بعده. نقرأ اللي بعده. صوري. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وذكر الصلوات مثل معناه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن معدان. هذا إسناد المؤلف الحديث. الله سأصرويك. قال رحم قال وأما إسناد المؤلف لحديث أبي أمامة فصحيح، ورواته كلهم ثقات، عيسى بن محمد الرملي وثقه أبو زرعة، وأما ضمر بن ربيع الرملي فوثقه يحيى بن معين وأحمد والنسائي بن سعد، وأما يحيى بن أبي عمرو السيباني فوثقه أحمد ودحيم بن خراش والعجلي. طيب هم يعني تكلم عليهم هناك. قال إسناده حسن. ها؟ قال إسناده حسن. طيب. قال وخرج ابن ماجه من طريق إسماعيل بن رافع عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي أمامة. ها. فلم يذكر عمرو بن عبد الله السيباني في إسناده. طيب الحديث بعده. صلى الله عليك. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء
رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. هذا الحديث الأشار عليه الشرحنا. نعم. قال المنذر وخرجه مسلم والترمذي والنسائي. قال أبو داود. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. طيب تكلم عليه حديث عندك. قال المنذر لخص إليك أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، فلفظ مسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. نعم سبق لفظ مسلم. أي نعم. وفي لفظ من آخر الكهف، وفي لفظ من أول الكهف. نعم. همام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة وشيبان كلهم قالوا عن قتادة العشر من أول سورة الكهف، وشعبة قال واضطرب في إسناده ومتنه، فقال في رواية من آخر سورة الكهف، وقال في رواية 3 آيات من أول الكهف، وفي رواية من قرأ 10 آيات من سورة الكهف فلم يقيد، وفي رواية 10 الأواخر من سورة الكهف. يقول مسلم هذه تنادي أن هماما وهشاما كلهما متفقان في الإسناد والمثل، وقال 10 آيات من أول الكهف، وأما شعبة فقال من آخر الكهف. في رواية الترمذي من قرأ 3 آيات من الكهف فيها يعني في صحتها نظر بعده. نعم. نعم معروف قوي نقرأه. قال في ذكر النووي قال قال النووي أحسن عليكم قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذا في آخرها أفحسب الذين كفروا يتخذوا إلى آخره. وقال القرطبي اختلف المتأولون في سبب ذلك، فقيل لما في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات، فمن وقف عليها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلم يفتتن به. وقيل لقوله تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، تمسكا بتخصيص البأس بالشدة واللدنية، وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوى الإلهية واستيلائه وعظم فتنته. ولذلك عظم صلى الله عليه وسلم أمره وحذر منه وتعوذ من فتنته. فيكون معنى الحديث أن من قرأ هذه الآيات وتدبرها ووقف على معناها حذره فأمن منه. وقيل ذلك من خصائص هذه السورة كلها، فقد روي من حافظ سورة الكهف ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه. وعلى هذا يجتمع رواية من روى أول سورة الكهف مع من روى من آخرها. طيب لا نقف على هذا، نجد بعض الشغل. طيب نكمل الحديث الأخير رح سيريك. نعم نكمل الحديث الأخير نختم به الباب عشان الوقت. طيب نعم طيب ترون يا شيخ. نعم تقرأ المثل يعني. طيب أحسن الله عليكم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبينه يعني عيسى ابن مريم نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. ثم قال باب في خبر الجساسة. فقال الله الجميع صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم.